حاجتها حلوة حلاوة يعني. في الفاصل تقريبا جربت معظم الحاجات واتهبلت عليها وقلت لها يعني منورة انتي طبعا بوجودك ومنورة بحاجاتك. نشوى مصطفى منورانا. يا حبيبتي منورة بيك. نشوى جولري ده اسم البراند بتاعنا مظبوط. بقالنا قد ايه؟ انا بدأت في 2013 بس كنت صغيرة يعني، كنت لسه مخدتش الجامعة، بس كان حاجة انا بحب الجولري من وانا صغيرة، فكنت بعمل حاجة هواية يعني. بعدين بعد ما اتخرجت من الجامعة فاقدر اقول بدأت في 2019 يعني بجد. قلبت الموضوع بيزنس اكتر بقى، وده بسبب الجامعه برضو علمتني يعني، ساعدتني في ان انا اقلبه بيزنس وبس يعني. انا بحب الجولي قوي، فالهوايه اتقلبت بيزنس غصب عني يعني. لا عايزه افهم اكتر يا نشوى، انت ابتديتي تعملي نفسك انت الاول، انت لوحدك ولا انت واصحابك ولا يعني انت عملتي ايه؟ زمان قوي وانا صغيره قوي كنت بحب اصلا الجولي، كنت بجيب خرز وحاجات كده واقعد اعملها يعني، بس ده وانا صغيره قوي. وبعدين قبل ما اخش الجامعه بدأت أعمل، كان وقتها إنستجرام لسه بادئ، فده كان ساعدني طبعا أنا في انتشاري يعني. بدأت أعمل حاجات، بس حاجات بسيطة، مش تصميم يعني، حاجات كاستمايزيشن وكده، إن أنا أصمم أسامي يعني. وبعدين من خلال الجامعة وأول ما خرجت من الجامعة قلبت الموضوع بقى، بدأت أدرس في الحجرة. كنت عايزة في شهر 4 أخد كورس بره يعني يساعدني في علم الحجرة، بس الكورونا عطلتني عن ده. وبدات ارسم شويه، بدات انزل اشتري بقى حجره، احاول اعمل يعني ريسيرش او ادرس فيه اكتر يعني. وبدات بقى قلبت الموضوع. شطوره يا حبيبه قلب مامي، شطوره فخوره بيها. احنا معانا 6 هدايا من نشوى جولري، كل هديه قسيمه بنديها لنوني ناخد بدلها. بصوا الحلاوه اللي على الشاشه، بصوا انا بكلمك بجد، انا ما بعرفش اجامل. بصي على الشاشه كده، احنا عارضين الحاجات بتاعتك. دي حجاره طبيعيه، كلها حاجات يدوي خطيره. ده فاروز ولولي. قعدتي تعملي في قد ايه الحقيقه يعني؟ انا بعمل الحاجه بقول اسبوع، بس ممكن تبقى اقل من كده يعني. طيب احنا كاستمايز يعني، اي حد عايز تصميم معين برضو بعمله له لو عايز. ما تهزريش. انا هبقى زبونتك. طيب انا هشتري من عندك، انا عندي حاجات قد كده عايز اعملها. عندنا 6 قسايم، هندي نوني او نشوى القسيمه ناخد بدلها قطعه. ده لولي وجارنت برضو، حجر طبيعي. واي حاجه ممكن يعني، هي فضه مطليه ذهب عيار 18، وبعمل ذهب بس بالطلب يعني. اي حاجه ممكن، لو هي مثلا مطليه ذهب ومش عايزاها، عايزاها فضه اعملها لك فضه، عايز تغيري لون الحجر يعني. انا فلكسبل، لما عندي مرونه جامده في التصميم. انت عندك مصنع ولا انت عندك ورشه؟ لا، بشتغل مع ورش. بتشتغلي مع ورش؟ طب وازاي في مرونه كده في الـ في الـ في التعامل؟ هل انت عامله مثلا اتفاقيه مع كذا ورشه انها تنفذك اللي انت عايزاه؟ وغير كده هي كلها حاجات هاند ميد، فبراحتك يعني. لو مثلا حاجه مرجان انت عايزه، سي اماتيست، اي حجر برجان وياقوت وكده، فاحمدك يا رب بجد. في مر الحاجات دي حقيقيه، فممكن اعملها لك لو عايزه حاجه تتعمل ذهب مش فضه يعني. انا كل حاجه دي بتتنفذ. طيب ايه اكتر الحاجات اللي بتحبي تعمليها يعني؟ هل بتحبي اكيد كل واحده وهي بيبقى عندها البراند بتاعها اللي فيه السلاسل والحلقان والمش عارفه ايه وكل الحاجات العظيمه اللي انت عاملاها دي، بيبقى عندها حاجه بيسموها بالانجليزي الفيفوريت، او الحاجه اللي هي تحب تعملها. نشوى مصطفى تحب تعمل حلقان اكتر ولا خواتم اكتر ولا سلاسل اكتر ولا انسيالات اكتر؟ انا بحب انسيالات او غوايش يعني، بريسلتس. اوكي. وسبيشلي هما طالعين دلوقتي موضه قوي. ما انا اتهبلت عليهم كلهم في الفاصل، انت هتهزري ولا؟ والحلقان، حتى هتلاقي ان الحلقان بتاعتي اكتر يعني، حلقان وغواش. وطبعا بقعد ادرس يعني الناس عايزه ايه وكده كل شيء يعني. الموضه السنه دي اكتر غواش، عن ان هو يتلبسوا كتير مع بعض. الصيف اللي فات كان ممكن حلقان اكبر. لا الموضه ايه؟ قولي لي كده. غوايش، لبسوا حاجات. ايوه كتير. طلعي ايدك مريم، طلعي ايدك، انت مكسوفه دي حاجاتك، طلعي ايدك يا ماما. ان هو يبقوا ستاكت كده يعني، ولابسين تلبسي مثلا 3 4 مع بعض. والله اهو مثلا، وتعملها لي باللون اللي انا عايزاه يعني. انا مثلا لو عايزه 4 اسود تعمليهم لي. يلا دي اول حاجه هشتريها منك. معانا اول هديه منى. يا منى. اي رضوى، بحب اسمك قوي منى. انا فاكره الفيلم ده.
يا منى. علي يا رضوى. ايوه يا روح قلبي، انا بحبك جدا. وانا بحبك جدا 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 جدا. انا واختي والله فرحانين جدا ان احنا نطلع معاكي. يا روح طالعين معايا فين؟ يعني كلمناكي. يا روح قلبي انتوا نورتوا، انت اختك معاكي؟ اه. يلا هديتين من نشوى. يلا 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 يلا. شكرا. نشوى جولري، خليكي معايا يا نوني، ياخدوا بياناتك في الكنترول. طبعا احنا مش بنعمل كده كتير، بس طبعا عشان هي قالت انا واختي فخلاص. يا رجاء، والخاتم اللي انت لابساه تحفه. ميرسي، اتفضلي. جننتني نشوى، جننتني. يا رجاء. يا جوجو. ازيك يا رضوى؟ ايه حضرتك؟ انا كويسه طول ما انتوا كويسين يا روح قلبي. اخبارك النهارده يا رضوى؟ يا حبيبه قلبي، ده عيونكم هي اللي حلوه. كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم عليكي. ربنا يخليك يا رمضان كريم عليكي يا رب. ربنا يخليكي. قولي يا جوجو، شفنا الحاجات بتاعت نوني بتاعت نشوى؟ اه حلو قوي قوي ما شاء الله، الله اكبر. النهارده الخميس. حلو قوي فعلا، حلو قوي فعلا. طب يا جوجو مبروك علينا التالت هديه من نشوى جولري، القسيمه بنديها لنشوى، بتختاري مكانها قطعه. خليكي معايا يا روح قلبي، ياخدوا بياناتك في الكنترول. رابع هديه امل. شوفي بصي 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 على طول، اصل انت حاجاتك تهبل. اموله، عامله ايه يا رضوى؟ ازيك انت يا روحي؟ بحبك قوي. انا بحبكم قد الدنيا كلها. وهي اموله، شفنا الحاجات بتاعت نشوى؟ اه حلوين قوي. اكتر حاجه عجبتك ايه؟ الصراحه كلهم عجباني. هم بشوفي جمهور كله لنشوى جولري. يلا يلا ماشي يا مولا، خليكي معايا، ياخدوا موبايلاتك في الكنترول. مبروك علينا رابع هديه من نشوى جولري. معلش هاخد التليفون. بصي التليفونات كلها معانا، بس خلينا بس ايه نشوف. ايوه ايوه، بس انا يعني عايزين بس نوري الناس كده الحاجات بتاعتها، عشان بس انا على فكره ما اعرفهاش. يعني فريق الاعداد هو اللي جايب، عشان ما حدش يقول بس ان انا. بصوا يا جماعه الحلاوه بتاعت الحاجات بتاعت ايه نشوى. احب انا البنات الشاطره والله العظيم، يعني تقول لك بدرس وفي الجامعه، يعني اصلا اتخرجت من الجامعه. باين ان انت اتخرجتي، يعني فاهمه الستايل اللي انت لابساه يقول ان احنا اتخرجنا بقى لنا يعني شويه. مش لاقيه اهو، بصوا بقى صناعه مصريه. اه كله يدوي مصري. ايه بقى اطلع بيه بقى بقيه الحلقه ولا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني بصي الفرق اصلا، صح يا بنات؟ حلو. اه ناخده ونطلع بيه بقيه الحلقه؟ يلا بينا. يلا ادي اول حاجه خدناها من عند معانا مين؟ هناء. يا نونا، يا نوني. الو. ايوه يا دودو. ازيك يا نوني؟ عامله انت منوره الشاشه اكتر. ده انتوا اللي قمر. انا بحبك قوي قوي. انا اكتر. نوني شفنا الحاجات بتاعت نشوى جولري، تحفه جدا تحفه جدا. الله اكبر وما شاء الله. وهي قمر اصلا. هي قمر. هي فعلا زي القمر. عايزه اقول لكم كمان ان يا جماعه يعني هي في الحقيقه انا السكرين قدامي هي في الحقيقه احلى من الشاشه. بصوا يا جماعه الحاجات حلوه ازاي. مبروك علينا خامس هديه هنونه من نشوى جندري. حاجاتها بجد حلوه حلوه. مروه. الو. هيا مروه. هيا رضوى، ازيك؟ انت 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 لسه صاحي من النوم ولا ايه؟ لا. طب موطيه صوتك ليه؟ بتكلم كتير يعني، بحب اتفرج واسكت بس. اوكي. طب ايه رايك؟ انا مبسوطه ان انا بكلمك، ومبسوطه بجد بالبرنامج بتاعك قوي 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 يا روح قلبي. وكل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. تقدم لتقدم يا رب. بيكو نجاح. بيكو معاكو. قولي لي قولي لي يا مروه، شفنا الحاجات بتاعت نشوى؟ جميله جميله جدا. جميله جدا. انا اصلا بحب اي حاجه سيمبل، ف يعني بجد حاجتها جميله جدا بجد. دي حقيقه. مبروك علينا اخر هديه من نشوى جولري. خليكي معايا، ياخدوا بياناتك في الكنترول. هي دي الحاجات اللي انت كنت بتقولي عليها الناس تلبسها. وده ايه ده بقى؟ ده بقى يعني ناس بتختار حروف وتعمل الحروف اللي عايزاها. نو هتخرفي بيتي يا بنتي، حرام عليك. بس يا جماعه قبل بس ما نختم معايا دي، انا حبيتها وحبيت حاجتها. انا حبيتك وبحبك والله العظيم. يعني حقيقه الحقيقه عايزين نشكر فريق الاعداد. مين مين فيهم اللي جاب؟ ثلاث ايام هنخصم لها عشان دي الموضه.
بصي ممكن تضغطي عليهم يعني عادي. اعمل ايه اصغرهم؟ اه براحتك يعني. هما مش عايزين بس نوريهم الموضه بما ان انت دارسه وشايفه وعارفه برضو. ورينا الموضه يعني. يا سلام كده يا نهار ابيض يا نوني على حلاوتك. طب ودي تعمليها فضه عادي؟ فضه او ذهب زي ما انت عايزه يعني. ده والألو... فضه مطلي ده. وده ازرق تعمليه الالوان زي ما احنا عايزين. انت بتقولي بتحبي الاسود. تعمليه اسود. وده حجر ايه بقى ولا ده مش حجر اصلا؟ لا ده زركون بس في بيتعمل سفاير. وغير كده كل دول حجره برضو طبيعيه يعني. بستعمل زركون وبستعمل لولي سفاير. وبتصممي للي عايزه تصمم حلق مثلا مش عندك؟ بتعملي كده؟ وبتاخد منك وقت قد ايه؟ يعني انا بقول اسبوع عشان ادي نفسي مساحه بس يعني ممكن اقول 3 ايام مثلا 4 ايام كده. هسالك حاجه اخيره. كلميني على your family, your parents, باباكي ومامتك كده. عايزه اعرف هم كانوا مشجعينك على ده؟ انا باباي، انا اول ما بدات باباي كان من اكتر الناس اللي مشجعاني. وكان مخطئ يعني. انا كنت لما بدات كنت بعمل حاجات بسيطه يعني. ده كان زمان قوي في 2013، مش زمان قوي. وبعدين هو كان مشجعني على الفضه باباي الله يرحمه. وبعدين الله يرحمه مامتي طبعا، عيلتي الحمد لله يعني كلها دعموني جدا ودايما بيدوني بوزيتيف انرجي يعني. علشان كده فرق معايا. علشان كده انتي نورتينا النهارده. ميرسي. شكرا. انا حقيقي 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 فرحانه بيكي وفرحانه ان انتي كنتي معايا في الحلقات الاخيره لهذا الموسم. ببقى فخوره جدا بكل بنت عندها طموح، عندها خطه، وبتحط لنفسها هدف وبتحققه وهي في الجامعه، ومش بتكتفي، بتدرس وبتكمل وبتذاكر. انا بحب البنات اللي بتذاكر علشان تتطور جدا في المهنه او الحرفه اللي هي قررت ان هي تاخدها ليها وتحقق نجاحات كبيره جدا فيها. انا حقيقي فخوره بيكي ومبسوطه بيكي. وكملي وان شاء الله لو ربنا ادانا عمر ان شاء الله، وكان عندنا نفس ان شاء الله، وفي مواسم ان شاء الله ثانيه تنورينا. وانت عامله كولكشن اكتر وعامله حاجات اكتر وبتفكري خارج الصندوق زي ما انا شايفاه اكتر. ومسي على الهدايا الحلوه اللي احنا اهديناها للبنات والستات بتوعنا. ميرسي. شكرا. والله شرف ليا ان ابقى هنا حبيبتي. مشاهداتي اعزائي وبناتي احبات، فاصل قصير جدا بهذا الحلق الكبير جدا ونرجع ليكم من هي وبس.